الفنانة سعاد أحمد هي بطلة حلقتنا النهاردة، هنتكلم عنها باستفاضة وهنتكلم عن حياتها المأساوية، وكمان هنعرف إزاي غارت منها ماري منيب في دور الحما في السينما المصرية، وإزاي مات جوزها حزنا عليها. أهم محطات في حياة سعاد أحمد هنعرفها معنا في الفيديو اللي معنا النهاردة. واشتهرت في السينما المصرية بأم حميدو اللي حبها الجمهور في دورها في فيلم ابن حميدو مع الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، وكمان اشتهرت بدور الحما وقدرت ان هي تقدم شكل جديد من أشكال الكوميديا في السينما المصرية. الفنانة سعاد أحمد هي من مواليد 29 مارس عام 1907 بمنطقة الدرب الأصفر بالقاهرة، من أسرة متوسطة، وكان والدها بيشتغل تاجر وتوفى وهي عندها 13 سنة. وبسبب رحيل والدها اضطرت سعاد للخروج للعمل وتساعد أسرتها على المعيشة، واشتغلت في محل بيع مانيفاتورة عشان تساعد والدتها في تربية اخواتها والانفاق على المال. عن بدايتها وانطلاقها، فبدأت مسيرتها الفنية من شارع عماد الدين، اشتغلت في فترة كمونولوجيست واشتهرت، واللي قدمها كان مخرج توجو مزراحي واعجب بيها واعجب بفنها ورشحها لبعض من الاعمال في السينما المصرية. وفي الوقت ده ترددت الفنانة سعاد أحمد في إنها توافق، ولكنها وافقت، ودي كانت تأشيرة الدخول لعالم الفن والتمثيل. وكان أول ظهور ليها في فيلم العز بهدلة، وده كان 1937 مع الفنان شالوم، وتحولت من مونولوجيست في شارع عماد الدين إلى ممثلة بارعة كمان. وفي 1940 قدمها المخرج توجو مزراحي في عدد جديد جدا من الأفلام وشاركت فيهم، وكان من ضمنهم فيلم ألف ليلة وليلة للفنان علي الكسار. وبعد كده انطلقت للشهرة والمجد، واستمر مسيرتها في عالم الفن حوالي 28 عام، وكانت بترتبط بعدة فنانين وكان من أصدقائها المقربين زي الفنان إسماعيل ياسين. وقال عنها في أحد لقاءاته إن سعاد كانت تلقائية بشكل مهول، لدرجة إنها كانت في التمثيل في فيلم ابن حميدو كانت بتقول حاجات مش مكتوبة في السيناريو، وكان فطين عبد الوهاب كان مبسوط منها جداً. أما بقى عن رحيلها، فهنتكلم عن رحيل سعاد أحمد إن هي رحلت عن عالمنا في 1962، وتسبب وفاتها في حزن كبير جدا لزوجها الفنان محمد شوقي اللي كان عايش في عزلة تامة، وكان حزين عليها وقعد حزين عليها لمدة عام حتى استطاع زملائه يخرجوه من الحزن ده والاكتئاب، وبس خرجوه بطريقة صعبة جدا. وصرح زوجها ان قال في احد البرامج انه سألته المذيع عن علاقته بزوجته الراحلة سعاد احمد، قال ان هو مش مصدق لحد دلوقتي انها اتوفت، وان هو حاسس ان في حتة منه ضاعت، وبيقول ان جمعهم الفن والحب وكمان العشرة، ومن الصعب عليه ان هو يتوقع ان هي تتوفى، بس دي ارادة ربنا. وقال ربنا بيصبرني على فقدانها، وكمان قال على أحلى سنين عمره اللي عاشها معها. وكمان اتكلم على جدعنتها وقال ان في فترة قعد وفترة طويلة كمان قعد ما بيشتغلش، وان المخرجين ما كانش حد بيعرض عليه اي شغل، وكانت هي المتكفلة بمصاريف البيت، وقالت ان هي لازم تقف جنب زوجها، وخففت عنه كتير وقالت له انا ست مصرية جدعة ولازم اقف جنب جوزي في الحلوة وفي المرة. ودي كانت حكايتنا النهاردة وقصتنا النهاردة عن الفنانة سعاد أحمد. وقبل ما نقفل، ياريت تدعموني بلايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من القناة.